ما حكم استعمال العطورات التي توجد بها نسبة من الكحول والصلاة بها؟ إذا ثبت إن فيها شيء من الكحول فلا يجوز استعمالها وهي نجسة ولا تجوز الصلاة بها. أما مجرد الشائعات من غير أن يثبت أن فيها شيء من الكحول فالأصل عدم وجود الكحول، الأصل عدم وجود الكحول، والأصل الحل في العطورات. المسألة مسألة ثبوت هذا الشيء أو عدم ثبوت، مجرد الشائعات لا يلتفت إليه.